نقطة واحدة وكان صعب جدا وكان متزايل المجموعة. لكن وانت داخل الاستقبال في النادي الأهلي أمام دولاب البطولات، أنا لاحظت إنك وقفت قدام كأس أفريقيا وشاورت عليه بإيدك، كان إيه معنى الإشارة دي؟ كأس هبطة الأبطال الأفريقية بالنسبة لي حاجة أنا مش عارف أعبر إزاي، بس أقدر أقول لكم دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. دي بطولة خاصة وصعبة جدا، وكل مباراة في البطولة دي بتبقى زي معركة مع نفسنا قبل ما نكون مع الخصم. وانا بصيت للكاس، انا حطيت كده في قلبي حاجه، انا قلت اللي عايز اهدي الكاس ده لجماهير نادي الاهلي، وده كان لازم ان احنا نكسب في كل الملاعب اللي نلعب عليها وكل الماتشات ونحقق افضل نتائج عشان نوصل للمنافسه للكاس. وانا بصيت للكاس انا افتكرت الكاس اللي كسبته من مواسم قليله مع مازيمبي، وبعد كده من داخلي بصيت للكاس قلت اللعيبه اللي عندي لازم يطلعوا كل حاجه عندهم كويسه، واقدر اساعدهم ان هم يحققوا كل اللي عندهم عشان ناخد الكاس دي ونرجعها. رغم ان موقف النادي الاهلي كان صعب جدا، ورغم ان النادي الاهلي كان بيتزايل مجموعته وما كانش